متاشر دكتور هنا غير كيهضر على لي بيرو تشونج ولا نعطيك انا مثال المغرب عندهم اكثر من 750 بيرو تشونج بون في الشروط راك عارف كي دايرين بيرو تشونج اللي قام ميكرو لا لارم هذيك اللي لي ديفيري الى اخره الو الشرط تاع الجيرون اللي يكون عنده مستوى يعني واحد الامور يعني على الاقل راح توظف اربعه ولا خمسه ولا سته اذا كان نحكموا غير هذا العدد وتضربوا يعني تضربوا هنا في الجزائر يعني راه عندك اكثر من 10000 منصب شغل في حاجه اللي هي رسميه وبالتالي غني غادي غي يكون اكثر رواج وكما قال لك الاستاذ يعني ضرائب ومناصب شغل